ينضم إلينا من القاهرة أحمد مصطفى مراسل الغد. أحمد، مخرجات الاجتماع ما بين شكري وجريفيث؟ حتى الآن لم يصدر البيان الرسمي عن وزارة الخارجية المصرية الذي يتحدث عن تفاصيل اللقاء الذي العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري، لكن من المرجح أنه كانت هناك مناقشة لعدد من الموضوعات التي تعمل على دعم العملية السياسية في اليمن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين الأطراف المتصارعة والعمل على دعم الحكومة الشرعية ودعم مخرجات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار اليمني في السابق ودعم أيضا المبادرة السعودية التي قدمتها السعودية قبل أسابيع قليلة بهدف التوصل إلى آليات تعمل على استقرار المنطقة وتعمل على استقرار اليمن، لا سيما في ظل الأزمات المحيطة باليمن والتي يشهدها اليمن منذ سنوات طويلة، وهي أزمات وكوارث إنسانية تصنف على ربما أنها الأولى في العالم من بين البلاد التي تتعرض لمثل هذه الكوارث حول العالم. وبالتالي يعني هناك حاجة ملحة من قبل الأطراف الدولية إلى الجلوس إلى يعني إخضاع اليمن إلى حالة من الهدوء والاستقرار في المرحلة المقبلة، وهو ما أكدت عليه مصر في السابق كثيرا وتكرارا أنها تدعم كافة الجهود الأممية للتوصل إلى إحداث توافقات تفضي في النهاية إلى نجاح العملية السياسية والمخرجات السياسية والتوافقين في هذا الصدد. نعم، أحمد مصطفى مراسل الغد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.